قرا شي لوز قرا شي طاولي مين حوايج في اليوم جميلة خلاص تسعان جميلة يا رسول الله.
مبارك سعيد مباراة الأمة الإسلامية داخل الوطن خارج الوطن. نهار الفحر الطاس لأن توجه النداء بعيد الفطر. جيت الجمعيات أنه هذا سبب كان حمام بتكلف طاحن. نهار الحمد لله التسجيل يوسين الجمعيات ونتاج مفرح طاقرا. نفغى ثلاثة جاء حواجي الحنان، حواجي المساعدة، حواجي التصميم حوايج. دوك عبر موقع لينسا سيتي نختار ماري المجتمع المدني للنظر أنه نتمنى أنه أي مناسبة نوز جانيتا أكين غداز من هذا سنينية لأن يولانا حواجنا الطاس يولانا حواجني الحنان سيديني غيش الحاجب إنك إيش نميتها السماسيخ قرخاع ديت ميرا والسماني شان دار فمورا يولانا كي نتوارا لانيتا تدي جنتو وين وين غدي يوضا نيتا يعني في الدنيا تدي جن وين جين على كل حال بلا نادي قرخاع ويستلمي ديت رجان والمناسبة يا تشكال موقع بيسا سيتي كان بيحضر ونقطع ذاك النيو وان شاء الله شنو المناسبة بسم الله السلام عليكم. اولا عيدكم مبارك سعيد كل عام وانتم بألف خير. نهار تلقى عضو محمد سمر عضو فاعل جمعوي جمعية راية الشباب بني انصار. نهار باش تورى الزيارة ان شاء الله في دار التكافل يعني زيارة جمعية النار وجمعية النار اللي زي بالنصاز يخدم النظر في عامة النظر الجمعية في سنة الفيديو والزيارة دار التكافل باش تورى النهار يعني فاحنا مرة من إداري تبقى في سياية الزرس المباري سيف خاصني بالبهجات جي السرور يعني قانا نغمسا كيف عدول ندغان غمار نغني ويعني الشيء اللي سيزيني دائج بزمين بارقة غير جمعية إن شاء الله مرة باش التسنة تقن الزيارة والتونشا قد ما حسن عاون يعني اسمع عندي سنتعاون سنجد واحد سن وشكرا بارك.